أحمد مجدي الأهلي لا يوجد به الشق الإنساني، ليه؟ عشان يعني ايه، عارفه هم احترافيه زياده عن اللزوم، يعني ما عندهمش حته العاطفه شويه، ممكن فاهم قصدي ايه يعني العاطفه في مثلا ولا مع ناس وناس، ممكن تمشي مع ناس وناس، لكن انا بتكلم في اللي انا شفته بقى، اللي انا شفته في الفتره اللي انا كنت فيها. بس انت ما لحقتش تشوف، انت انا 9 سنين في النادي الاهلي. ايوه بس انت كنت انا بشوف قطاع الناشئين، المعامله هي واحده يعني، النادي نفسه هو اسطمبه واحده، فاهم ازاي يعني؟ يعني مثلا ممكن في الزمالك شويه تلاقي الموضوع الانساني ده شويه، يعني مثلا يعني انت عاوز تمشي في حته، طب اختار الحته اللي انت عاوزها، مثلا عاوز مش انا اتسهل معاك في الشق ده شويه. لكن الاهلي احترافيه وبيبص لمصلحه النادي رقم واحد، بعد كده ممكن يبص على مصلحه اللعيب، لكن في الاخر هو رقم واحد. طب شفت تعامل النادي الاهلي ازاي مع مؤمن زكريا مثلا؟ هل ما شفتش ان النادي الاهلي في شق انساني في الموضوع ده؟ انا ما بتكلمش على المرض، انا بتكلم على الانتقالات، على المعامله جوه النادي، الكلام ده كله لا الموضوع مختلف. لكن المؤمن طبعا، المؤمن لازم النادي الاهلي يقوم بالام بي، وانديه مصر كلها كانت بتدعم المؤمن، اهلي زمالك اسماعيل كل الانديه يعني وكل اللعيبه. انت شايف ان النادي الاهلي بس سيستماتيك ملوش، مش اصل الموضوع مش بالظبط حاجه موضوع انساني. كمبيوتر عارف كمبيوتر، عارف الكمبيوتر لما يكون ماشي، فالكمبيوتر ماشي على اساس كده، فلا في حاجات في اوقات بتبقى الدنيا لازم فيها تعاون شويه. بس ده المقصود يعني. من وجهه نظرك شايف ان الموضوع محتاج شويه فلكسبيليتي؟ يعني ما فيش حاجه اسمها يعني كده ما فيش، ازاي كده ما فيش، لا يا كده يا في، مثلا ممكن نعمل كذا ممكن نعمل كذا. انا بصراحه من المدرسه الثانيه انا بشوف ان الدنيا ما بتمشيش صح غير لما تبقى ماشيه على سيستم صح. حلو بس مش على طول، يعني مش باستمرار، مش في كل حاجه. ما حلو السيستم وحلو كمنظومه وحلو الكلام ده كله، لكن في الاخر ده في الاخر بني ادم، فممكن ندي وناخد مع بعض يعني. بس احنا برضو لو بصينا مثلا على حالات موجوده جوه النادي الاهلي دلوقتي، هنشوف النادي الاهلي صبر قد ايه مثلا على صالح جمعه. دي حاله شاذه. مش صالح جمعه بس، لا هو شاذ، لا هو صالح اكتر واحد يعتبر، اكتر واحد النادي الاهلي صبر عليه في تاريخ النادي الاهلي اعتقد، يعني تاريخ النادي الاهلي ده اكتر واحد، ده حاله شاذه. لكن تعالي بص اي مشكله حصلت مع مثلا حسام عاشور بره النادي بعد التاريخ ده كله. رمضان انت اول لما قلت رايح بيراميدز تسلم للجمهور، يعني خلاص بقى انت خلاص يا جماعه رمضان عاوز اروح بيراميدز، يعني في حاجات لا ما ينفعش، في حاجات فيها في حاجات كانت ممكن تحل احسن من كده. يعني ده المقصود، حسام غلط انه طلع يتكلم مثلا. طب يعني ايه رمضان تسلم للجمهور دي؟ يعني انا مثلا انا دلوقتي مثلا رمضان قال انا رايح بيراميدز، النادي الاهلي طلع عمل بيان قال لك ان رمضان اختار بيراميدز. طب ايه المشكله؟ ما فيش حاجه اسمها كده. هو خلي بالك برضو انت برضو في سوشيال ميديا، طب ما هي دي الحقيقه. لا في تعصب، ما هو في دلوقتي الجمهور ما عادش ده الاول، مش جمهور اللي هو بتاع الكوره اللي انا اشجع ماتش وخلص والدنيا وبتاع، لا دلوقتي في تعصب. ممكن تخلي رمضان ده في مع مشاكل كبيره جدا يعني مع جمهور الاهلي في الشارع. كنت مستني النادي الاهلي يقول ايه؟ يقول ان احنا ما فيش اتفاق حصل بينا، في المفاوضات مختار بيراميدز رمضان، بس ما فيش اتفاق حصل بينا. ممكن تتقلب بصيغه احسن من كده، يعني ممكن توصل برضو بنفس المعنى بس بصيغه احسن من كده. ده المقصود، صيغه احسن من كده، ما طلعش ان اللعيب هو يعني قصدي في الاخر احترافيه، انا اخترت بيراميدز ما فيش مشكله بالنسبه لي، بس في جمهور متعصب. وده الواقع اللي حصل، في جمهور متعصب. والاحترافيه بتقول ان لا خلاص هو اختار، انا اخترت كذا. بقول لك انا ممكن اعمل بيان واقول ان انا تفاوضت مع رمضان وحصل وما وصلناش لعرض مادي مثلا، يبقى اتفقنا عليه احنا الاثنين، فالراجل شاف ان في مقابل مادي احسن من بيراميدز فاختار النادي بيراميدز، يعني تبقى متهندله. لكن رمضان ما اختارش، اختار بيراميدز، في جمهور متعصب ممكن نقابل رمضان في الشارع. يعني انا شفت من كام يوم، كان بغض النظر عن الاسماء، يعني عربيه واحد متكسره عشان بسبب، وقال له خلي الزمالك ينفعك مثلا، او خلي مين مش فاكر والله مين بالظبط، بس انا شفتها يعني، والله شفتها من قريب يعني، بس مش فاكر مين بالظبط. بس اقول لك يعني في تعصب في الشارع عامه، سواء اهلي او زمالك، انا ما بتكلمش على الاهلي بس ولا زمالك بس، لا في تعصب في الشارع. فالكلام لازم متنقل. وانت شفت موقف رمضان ازاي؟ ولو انت كنت مكانه كنت عملت ايه؟ بص موقف رمضان هو اللي ياخده، يعني موقف رمضان هو في الاخر هو اللي ياخده. انا شايف ان انا بالنسبه لي الموضوع المادي بفكر فيه رقم واحد، انا هو فكر في الموضوع المادي، وفكر ان شايف ان بيراميدز عنده افكار جديده وعنده مشاريع جديده وعنده حاجه ممكن يبقى فيها مستقبل، يبقى فيها تنافس. فهو الراجل اختار المشروع اللي فيه تنافس، هو الاهلي اوريدي في الاهلي هو بياخد بطولات وشغال والكلام ده كله، بس في الاخر هو اختيار لعيب زي ما بقول لك، كل واحد بيتحمل اختياره. هو اختار بيراميدز، هو عارف كويس قوي رمضان ان في ضغط كبير جدا عليه، وعارف ان في مشاكل هتحصل له وفي ضغط كبير جدا جدا، لازم يظهر باحسن مستوى والكلام ده كله، الارقام اللي دفعت كبيره، فهو عارف كويس الضغط اللي رايح. بس هل من وجهه نظرك في اي لاعب في الدوري المصري الممتاز هيتعرض عليه 90 مليون جنيه على السنين بتاعت التعاقد بتاعته وهيقول لا؟ لا طبعا،
لا لا طبعا ده طبيعي جدا. هقول لك هي معلش انت مثلا شغاله هنا، لو تعرض عليك في قناه ثانيه 3 5 اضعاف 10 اضعاف اللي انت بتاخديه، ملوش دعوه بالانتماء دلوقتي ساعتها. انت في الاخر ده مستقبل لعيب ومستقبل اسره ومستقبل 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 أكيد. هو في الاخر اختار ان هو يامن مستقبله أكيد. من وجهه نظره الشخصيه. اللي بعده احمد مجدي، ريال مدريد طلب ضم في عام 2007، هل ده حقيقي؟ انا كنت في اليونان وكان الوكيل بتاعي هناك في اليونان كده، عندهم حاجات هو مدي اسم بيتجا ماتوفيتش اللي هو السبورت دايركتور بتاع ريال مدريد ساعتها، كان هو اللي مدي الاسم لابن الوكيل ده. فالوكيل ده هو وعده بان في لعيب ليه لعيب في السنه يخش ريال مدريد، يعني ممكن نوديه ريال مدريد. فهم كانوا محتاجين باك ليفت في الفريق الثاني اللي هو البي رديف، البي. فكلمني الوكيل قال لي تروح ريال مدريد محتاجين باك ليفت بي، وانا ما بحبش الباك ليفت، يعني ما كنتش بحب الباك ليفت، كنت ماشي كويس جدا جدا في اليونان. فقلت له لا والله انا مش، يعني انا مش حابب اروح مركز انا ما بحبه، كنت ما بحبش الباك ليفت تماما تماما. قلت له انا متمكن في مركزي والدنيا ماشيه كويس والكلام ده كله، فلا انا مش يعني بلاش مش عاوز اروح يعني التجربه دي. بس الموضوع اتقفل ساعتها. وحتى جه الموضوع ده لعمر ربيع ياسين، لو حد يتذكر الموضوع ده، عمر ربيع ياسين جاله عرض من ريال مدريد بي، بس انا رفضت، يعني يعني مش رفضت الموضوع، قلت له انا مش عاوز العب باك ليفت، مش حابب الموضوع، والموضوع وقف على كده يعني. اللي بعده، رفضت ريال مدريد، انتر طلبني، وهل يعقل ان اهرب من النادي الاهلي؟ فكره برضو رفض ريال مدريد، وكان سنك وقتها يمكن 18 سنه صح؟ حتى لو تلعب للفريق رديف، حتى لو في مكان تاني، لو ماسك كور، حتى لو شال كور في ازاي 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 ممكن لاعب يجي له ريال مدريد ويفكر هو فعلا لو هتلم كور هناك؟ انا هتلم كور، انا مفيش مشكله عندي. بقول لك انا ما اعرفش، كانت ثقه زياده ده، بس مجرد الاسم في السي في، بقول لك يعني ثقه زياده على اللزوم. كنت واثق جدا في امكانياتي، كنت ماشي، كنت مكسر، ما كنتش موفق في قراراتك جدا، يعني نص او ثلاث ارباع قراراتي كانت كلها غلط، ثلاث ارباع قراراتك كانت غلط. اتجوزت وانت عندك كام سنه؟ 22 سنه، كنت صغير. جدا. هل زوجتك كانت بتشاركك في قراراتك؟ بصي يعني زوجتي مالهاش في الكوره قوي، بس في الاخر انا اتعودت ان انا قراري اللي امشيه. يعني انا اتعودت، وما بقول لك العيشه لوحدك دي فيها ليها مساوئ وليها صحيح، وليها حاجات كويسه، حاجات كويسه خدتها وحاجات مساوئ خدتها، اللي انا هو انا كده، هو انا هعمل كذا، ممكن مصر كلها تتكلمني في الموضوع، بس في الفتره الاخيره بقيت بسمع. يعني بقيت بسمع، ممكن اقعد اقلب في دماغي، ممكن ما بينش القرار، ما بينهمش ان انا هعمل كده، بس في الاخر باخد وبقعد يعني بقعد افكر، وفي الاخر ممكن اخد الناس دي بتتكلم صح، فممكن امشي بالقرار ده. الانتر كنت هروح معايشه برضه في الفتره بتاعت اليونان دي، كنت بقول لك كنت مكسر الدنيا، بس عندي الوكيل بتاعي كان ضعيف. فاهمه ازاي؟ كان ايه المشكله لو كنت رحت معايشه؟ معلش انت كنت بتلعب برضه في الدوري اليوناني. النادي ما رضاش، بتتكلم على اسبانيا وايطاليا. الفتره دي النادي ما رضاش، كنت كانت فتره كان فيها ماتشات وفيها حاجات، والنادي في الاخر الدنيا ما مشيتش، يعني مش فاكر ايه بالظبط اللي حصل، بس الدنيا ما مشيتش، يعني ما رحتش اصلا. وهل يعقل ان اهرب من النادي الاهلي؟ انت كنت بتجاوب على الناس اللي كانوا بيسالوك او بيتهموك ان انت هربت من النادي الاهلي؟ ما هو ده السائد اللي ساعتها، او حتى وقتنا هذا ان السائد ان انا هربت من الاهلي. بس انا ليه مش حاسه ان هو ده اللي كان سائد وقتها؟ لان انت برضو في الاخر ما لعبتش مع النادي الاهلي ولا ماتش رسمي. لا اللي انا مش، ما انا سافرت اليونان. بس حصل ايه؟ انا الطبيعي ان الاهلي، انا رحت المنتخب، المنتخب الاهلي بيودي. هو انت طلعت من الاهلي لليونان اماره؟ لا رحت، انا كنتش، ما كنت هل هاوي. كنت على قوه النادي الاهلي وقتها؟ لا موجود في النادي بس هاوي، بس ما كنتش مضي عقد، يعني عقدي كان خلص في النادي. صحيح، كانوا عاوزين يجددوا لي عقد، فكانت صلتك منتهيه تماما بالنادي الاهلي على الورق. على الورق بس هو في الاخر خدوا حق رعايه. بس انا عشان اسافر اليونان لازم اخد جواب، خدت جواب من النادي الاهلي ممضي عليه من باشمهندس عبد القيع وكابتن حسام بدري، لان الباسبور اصلا مش معايا، وعمر السفاره ما طلع لي باسبور، وانا طلع لي فيزا، وانا والنادي الاهلي مش موافق، لان كل حاجه مع النادي الاهلي. فلما بروح المنتخب، النادي الاهلي بيبعت الباسبور بتاعي للمنتخب، خلاص المنتخب بيبعت الباسبور للنادي الاهلي، فانا معيش باسبور اوريدي، فلازم اخد موافقه من النادي الاهلي ان انا اطلع. صحيح. اللي بعده، احمد مجدي كارتيرون مدرب محدود وامكانياته اقل من جراس وبريرا. بص، محدود في في في, في حاجه معينه. هو شفت كارتيرون او تقييمك ايه لكارتيرون مع النادي الاهلي؟
وتقييمك برضو لكارتيرون ايه مع نادي الزمالك؟ هو نفس السيستم يعني مع الاهلي. الاهلي يمكن مشاه عشان ما بيلعبش كره كويسه او ما بيلعبش كره هجوميه. هو كارتيرون 10 على 10 في الماتشات اللي هي الكبيره، الفرق اللي معاه الاستحواذ اللي هو بيدافع كويس وبيقفل في مناطق معينه ويعمل ويشتغل مرتدات. لكن الوضع مختلف، النادي الاهلي هو اللي اقل كارتيرون، لكن مع نادي الزمالك كارتيرون هو اللي مشي وساب الزمالك. انت ايه رايك ايه؟ انا بقول لك سيستم لعب واحد، لان الاهلي برده كان بيلعب على كوره طويله وكان بيدافع والكلام ده كله، بس كارتيرون محدود في ماتشات معينه. الماتشات اللي هي ماتش واحد ماتشين نهائي قبل نهائي الكلام ده كله، لكن على مستوى بعيد دوري ما بيعرفش ياخد دوري لانه ما عندوش طريقه لعب هجوميه. فانت اوريدي الزمالك نص الماتشات اللي بيلعبها فرق بتدافع قدامه، فما بيجي يدافع قدام الفرق دي ما بيعرفش يعمل شغل كويس او يقدر يشتغل في المساحات او يقدر يخلق مساحات مثلا زي فييرا وجروس لما كان في كره هجوميه نادي الزمالك كان بيكسب، بيقدر يكسب 3-4. لكن انت في الزمالك انت عاوز تهاجم مش عاوز تدافع. ممكن تدافع مع فرق في الماتشات اللي هي الترجي بتلعب الاهلي مش عارف ايه الكلام ده كله عشان تشتغل بطريقه معينه، لكن على المستوى البعيد اللي انت تلعب دوري مع كارتيرون عمر الزمالك كان ياخد الدوري مع كارتيرون. ده المقصود. اللي بعده احمد مجدي، سؤال مهم جدا بجد محتاج فيه افاده قويه. ازاي نعمل علاقات قويه من غير ما نكون او من غير ما تكون انتهازي وطبال ومنافق وبدون مقابل؟ فرح ميدو رد عليك وقال لك تبقى جامد في شغلك وفي دراستك الناس كلها هتجري وراك. تكملي فرحت انت رد عليه قلت له تفتكر يا ميدو الدنيا ماشيه كده عندنا؟ قال للاسف هناك نماذج من المدربين والاعلاميين كان سلاحهم طول حياتهم شيل الشنط ووصلوا لأعلى المراتب، ولكنهم ليسوا معيار للنجاح لأن هم سلكوا هذا الاتجاه لمعرفتهم. هو رد على ليس عندهم أي إمكانيات تؤهلهم للنجاح عبر غير ذلك. هو رد على نفسه يعني. هو ميدو نفسه رد على نفسه. بس هو المجال في مصر كده يعني، احنا مجالنا كده للأسف. هو مجالنا كده، أنت تعمل عاوز تعمل علاقات قوية بس باحترام وادب. يعني تعمل علاقات مع الناس اللي هي اللي ممكن ماسكه الكوره او اللي هي ليها قرارات او اصحاب قرار، بس في الاخر بادب واحترام يعني من غير ما تبقى انتهازي ولا تقعد تمشي ورا حد. هو انا ما بحسش ان هو دايما كده. لا لا لا، يمكن يكون في امثله كده بس دي انا ما شفتهاش في حياتي. لا لا لا، كام بتسيبك من التدريب بقى. يعني كام من حد ما كانش لا يصلح في اي شيء وتلاقيه ماسك اماكن معهوش اي حاجه ومعاه شهاده بقى مش عارف ايه يعني؟ طبعا كلها صحوبيه، كلها انا لو قاعد معاك بنصاحبين بعض وبتاع والكلام ده كله وبنروح نقعد في كافيهات وبنقعد وبتاع. فانت مثلا جيت مسكت فرقه اول واحد تفكر في مين؟ صاحبي اللي جنبي، بغض النظر بقى هو معاه ايه ولا والله مش دايما. بنسبه كام طيب انت شايفاها؟ لا انا مش مقتنع. لا انا عن تجربه شخصيه مش مقتنع. اسالي رامي ما شفتش. هو يقول لك. طب تعالى نطلع دلوقتي الفاصل ونرجع ونكمل كلامنا مع كابتن احمد مجدي نجم الاهلي والزمالك السابق في اون سبوت. خليكم معانا.